حس بينا انت. أيوة. كمان احس بينا انت. تمام. انت حضرتك بتقولي الحق في الصحه والحق في التعليم والحق في الحياه. لا لا سياده الرئيس. ايوه. طب انا اقول لك حاجه بسيطه، احنا جايين في حادثه. تعرفه كم واحد بيموت في مصر من الحوادث في السنه؟ 6000 واحد. طيب 25000 بين مصاب وقتيل. ايوه. ده الحق في الحياه. بنقول الارهاب بيموت كام؟ ده احنا 10 مئات اضعاف الارهاب. ايوه. بيموتوا بس نقول الوجه الاخر يا دكتور من حوادث الطرق. نقول الوجه الاخر لحكايه الحوادث. اتفضل. 7000 كيلو لا لا ما انا عايز بيتم بيتم عايز اعرج عليها. 7000 كيلو ما بقى بس عايز اعرج عليها. اكيد رحت اسكندريه يعني الفتره اللي فاتت. هو لا لا الكيلوات اللي بتتعمل الجديده شيء رائع. تمام. لكن في 24000 كيلو متر موجودين على الارض دول عايزين صيانه. طيب يعني عم نعمل 7000 في سنتين. لما اعمل عايز اعمل 5 كيلو جديد واعمل كيلو صيانه علشان الاهدار ده في صيانه للكباري واعتقد يعني انا عايز ده يمشي مع ده كوبري اكتوبر نفسه على الصيانه. ايوه طبعا. يعني انا بقول في 24000 كيلو. تمام تمام. في 7000 كيلو بيتعمل. تمام. حاجه فوق الرائعه. صحيح. لكن كمان محتاج صيانه للحاجات الصغيره. تمام. عشان كده اقول الحاجه الحلوه الرائعه واقول الحاجه طبعًا. الصغيره طبعًا. المطلوبه. تمام. في الصحه في الصحه في انفاق شديد جدا ورائع جدا بس في خلل. في حاجه اسمها علاج انا فقط الدوله، حاجه اسمها تامين صحي، في حاجه اسمها مستشفيات جامعيه، مستشفيات وزاره الصحه. كل ده محتاج يتم. كل ده محتاج يتحط في بطاقه إيه واحده. معلوماتي واتمنى انها تبقى صحيحه، ده كل ده شغالين عليه. لا هو لسه مش شغالين الا اذا كان هيتم تطبيق ال 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 التامين الصحي الشامل. ايوه. التامين الصحي الشامل هو الحل. هو المفتاح. الحاجه الثانيه ان شاء الله الاطباء والعيادات والقصه دي. اللي اشتغل في العياده ما اشتغلش في الحكومه. اذا كنا عايزين منظومه صحه صح. اللي اشتغل خاص ما اشتغلش